هذا وتتميز العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بأنها علاقات تكاملية أخوية ضمن الرؤية المتبادلة بين البلدين عبر العقود الماضية. علاقات تاريخية خاصة متجذرة في العمق وتنمو اليوم بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وتنعكس هذه العلاقات الطيبة بين القيادتين على ما يربط بين الشعبين الشقيقين من أواصر الود والمحبة والتي أهلتها لتعتبر نموذجاً ومثالاً يحتذى به للعلاقات العربية بشكل خاص وبين دول العالم بشكل عام. لقد كان للزيارات المتبادلة بين القيادتين وكبار المسؤولين في كلا البلدين الشقيقين دور بارز في تعميق التفاهم وتقريب وجهات النظر والرؤى فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المنطقة والعالم في المحافل الإقليمية والدولية وعلى كافة الصعد. وأعطى هذا الترابط الثنائي بين البلدين الشقيقين بعداً متطوراً وشاملاً لما يجمع البلدين من تعاون في عدة ميادين، حيث قطعت هذه العلاقة شوطاً كبيراً من التطور والنماء على كافة الصعد والمستويات، فهي تشهد تطوراً ملحوظاً من حيث التعاون في الشؤون الاجتماعية والأسواق المالية والمصرفية وشركات الاتصال وخدمات البنوك، فضلاً عن العلاقات الثقافية والفنية والسياحية وخطوط الطيران. كما أن البلدين يرتبطان باتفاقيات منها التعليمية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والشؤون الصحية والعلاج والرياضة والنقل الجوي والبري والتعاون العسكري والشرطي والجمارك. إن الشراكة البحرينية الأردنية ليست وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، إنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير ومن تطابق وجهات النظر. وقد تمكن البلدان من وضع الأسس المتينة لشراكة استراتيجية ونتائج مسار مثمر من التعاون على المستوى الثنائي بفضل الإرادة المشتركة لتقوية هذه العلاقات وتنميتها.